اليوم تم الاستماع للمرة الثانية للسي مصطفى الخصم حول ما هو منسوب إليه منسوب له بشأن شكاية السيد عامل صفرو ورجل السلطة القائد في سابقا في مزار. القرار ديال النيابة العامة مشكورة هو أن تفسح المجال للسي مصطفى الخصم لإثبات كل تلك التصريحات التي قال بها وكل تلك الادعاءات التي قال بها بشأن المعطيات المتعلقة بعرقلة سير. احنا كنشكروا العدالة وفرط له مدة شهرين للإدلاء بالإثباتات الضرورية. نحن نعلم أن ما قال به السي مصطفى الخصم هو حديث العادي والبياني، الكل يتحدث، كل ما قام به هو أنه جهر به إعلاميين ولجأ الإعلام من أجل من تلك. فالسي مصطفى الخصم رجل جاء من الخارج عنده كل رغبة وكل إيمان بأنه يمكن له يساهم في تنمية المنطقة اللي كينتمي لها، يجب أن نشجعه. أما سياسة تكميم الأفواه لم تعد تجدي على الإطلاق، وأنا متأكد بأن في جعبة السي مصطفى الكثير مما سيدلي به وسيثبت كل ما قال به، وستتخذ العدالة مجراها وسيحاسب كل من يجب أن يحاسب. وشكرا لكم كإعلاميين على المواكبة. كان حرا وهو حر وسيبقى حر، لا وجود لأي كفالة ولا وجود لأي حديث عن أي كفالة. شكرا لكم.